أعزائي متابعينا على القناة في اليوتيوب، اليوم نحب نشوفكم منظر جميل اللي هي مدينة جرونسي في مدينة شتايرمارك. نحب نشوفكم الزميل عمر لقطات حلوة ومنظر جميل خلاق في فصل الخريف نهاية شهر العاشر. طبعا بما أنه تغير الوقت صار فرق ساعتين ما بين النمسا والعراق، الجو يمنا شوية غائم. طبعا هاي المدينة اكتشفها شخص ممثل أمريكي جاي زيارة للنمسا ب 2014 أو 15 واكتشف هاي البحيرة الخضراء. هي بحيرة اعتيادية ولكن إذا تصعد من مرتفع عالي راح تشوف بحيرة خضراء. فتشوفون إن الناس اليوم في هذا اليوم يجون أيام العطل يفترون يشتمون هواء طبيعي ونقي، ونفس الوقت يعني يغيرون جو مع عوائلهم وأطفالهم. فنشوف المناظر الجميلة وياكم. طبعاً عادة فصل الربيع يرتفع منسوب المي بهذا المكان، ليش؟ لأنه بالشتاء يجمد هذا الثلج، فصل الربيع من يبدي يموع وين ينزل؟ ينزل بهاي البحيرة، فيصير ارتفاع تقريبا إلى لحد هذا المستوى، ونقدر احنا مثل ما نقول نبعد على الصخور ونكون قريبين على المي. بما انه احنا فصل الخريف فالمنسوب مال المي ناشف، لأن هو هذا أصلا بحيرة طبيعية عايشة على المياه الأمطار والثلوج لما تموع، هاي قاعدة فوق همين. طبعا مثل ما تشوفون اصدقائي هاي هي بحيرة جرونسي، البحيرة الخضراء اللي موجودة في النمسا في احدى مدن شتايرمارك. تشوفون سبحان الخالق، يقول عبالك لونها اخضر ولا هو ماي عادي يعني طبيعي. الاحلى من ذلك انه تشوفون الاشجار برتقالي والسماء، يعني مكان واحد يقدر ياخذ به مجموعة من اللقطات والصور. طبعا راح نتمشى وياكم انا والصديق الزميل المبدع المصور عمر، يحاول ياخذ لقطات حلوة ايضا ننشرها لكم بالقناة، وتشوفون بعض اللقطات الجميلة شوية تغذية بصرية. هي مجموعة بحيرات، هاي البحيرة الأخرى الثانية. شوفوا الجبل أمامكم، شوفوا قعدات العالم شو متونسين، شوفوا الماء قد حلو. مجرد تغذية بصرية متع نظرك. أيضا إذا أنت تحب الطبيعة أو أصدقائك يحبون الطبيعة حاولوا أن تشارك هذا الفيديو والمحتوى. هاي السفرات الحلوة أيام الخريف لكل متابعينك واصدقائك اللي موجودين في العراق في الصفحة. شوفوا هذا ايضا ديزاين الاخر، شي رائع.